السلام عليكم. اليوم الفيديو هو عبارة عن جولة في لعبة دكتور باندا تاون بيت وولد، أو هو عالم الحيوانات. هذه اللعبة جديدة من شركة دكتور باندا، فأنا فتحت كل الأماكن ودحين يلا خلص مع الجولة. أنا سوف أعرفكم على المكان حسنا من هنا تدخلون، وبعدها توجد هذه اللعبة ويمكنكم الصعود عليها واللعب. إنها فعلا لعبة جميلة جدا. حسنا لنكمل، وهنا أيضا توجد خريطة العالم بأكمله، ليس العالم أقصد المكان أو الجزء. وهنا توجد هذا صندوق يمكنكم وضع أي شيء، انظروا، بقفلة فقط. هنا إضاءات، هنا انظروا. اوه يا الهي، لقد قفزت بالك الحيوان. بس انا هنا انظر الى هذا الحيوان اللطيف، انه فعلا جميل جدا. حسنا، وهنا ايضا توجد هذه اللعبة، انظروا انها جميلة. حسنا قد مللت، هيا الان لندخل هنا. هيا ندخل. ها، انه اشبه بعالم الساحرات، اليس كذلك؟ حسنا، انظروا هنا. واو، انظر لهذه البيضات، يا ترى ما بداخلها؟ مرحبا يا تلبسة اللطيفة، مرحبا. انظر الى الايس كريم الذي معها. حسنا لا بأس، انظروا يمكننا وضع البيضات هنا، انها فعلا رائعة. انظروا، لابد انه سوف يخرج شيئا ما ان وضعناها كلها. هيا، هل انتم متحمسون؟ هيا نضعها. حسنا، بقيت واحدة. هيا نرى ماذا سوف يحدث. لم يحدث شيء، يبدو ما غريب، يجب ان يكون هناك شيء، لا اعلم. انظر، اجل اجل، انظروا انظروا. اوه يا انه لطيف جدا، انظروا. هذا جيد. حسنا، هذه اول خدعة. واو، انظروا الى هذا المكان، انه جميل كأنه حظ التمام، اليس كذلك؟ لما لا ادخل فيه؟ حسنا لا بأس، انظروا هذه المرأة، مرحبا، اهلا. انه كأنه متجر، اليس كذلك؟ اجل هذا متجر. انظروا الى انواع الايس كريم، انها رائعة جدا. انظروا لهذه الملابس الجميلة ولهذه الاشياء. واو، انه فعلا رائع جدا. اظنه مكان سري هنا لارى. اهلا يا صغير، اهلا. هذا اظن المكان انتهى، هيا الان نخرج ونذهب للمكان الاخر. حسنا، لقد خرجنا، الان هيا ناتي من هذه الجهة. انظروا ايضا هنا يوجد ايس كريم، مرحبا، اهلا. انظر الى حيواني اللطيف، انه جميل جدا مثلك تماما، شكرا. حسنا، اذا لنرى هذه اللعبة، هيا بنا. واو، لقد دخلنا الى عالم. حسنا، اذا اين اختفى القطار يا ترى؟ اين ذهب؟ هل ترونه؟ انظر فقط القطع. حسنا لا بأس، الان لنكمل جولتنا. ما هذا الشيء؟ انها قطة عالقة. لا بأس، تعالي انزلي مرة اخرى تصعدي. انظر لصورة هذه القطة، انها مضحكة. واو، انظروا. يا الهي، غريب، ماذا حدث؟ هل فهمتم؟ تخرجون من هذه الجهة. حسنا، الوقت كانت خدعة جميلة. هيا نكمل. هنا انظروا، القطار يعبر وهكذا. حسنا لا بأس، هيا نكمل من هنا. حسنا لنكمل. انظروا الى هذا الكرسي، كأنه كرسي ملك أشرنك هذا، اليس كذلك؟ انظروا هنا. انظروا، اصبحت ملك واخيرا تحقق حلمي. حسن، انظروا الى هذا، كم هو لطيف، اليس كذلك؟ اركب، نركب اجزاء القطار. جيد. انا عذرا، هي ابتعد عن قلعتي ايه الحيوان. انا اسف، كنت امزح. حسنا، لنركب جميع اجزاء القطار، لقد ركبناها جيد. انظر لهذه السيدة العجوز، كأنها ساحرة. مرحبا انت سيدة، مرحبا. ما بها هي كذا، اريد ان اتذوق من هذا الحساء. انا اسفة، لا. حسنا،
زين شكرا لك لتعاونك. هي إلهي لأذهب بيا. انظر لهذه الأشياء الغريبة يا أصدقاء، وإنها فعلا غريبة جدا. انظر كيف حسنا لنكمل. انتهت جولتنا. حسنا. لم تنتهي بعد، تعال لم تنتهي بعد. انظروا انظروا استوعب، انظروا الى كبر حجمه. يا الهي مرحبا، اهلا، لماذا تختبئين هنا؟ نحن نلعب فحاس. حسنا اذا عنها. انظروا الى الكهكة هذا واكله. انه مخيف. لاذهب من هنا، حسنت جولتنا من هذا المكان. انظري كيف اصبح شكله، قد اصبح صغير. حسنا بعد ان خرجنا من المكان الغريب، هيا تعال نتنزه قليلا هنا. انظر لهذه السيدة. ياي حصلنا عليها. مرحبا يا سيدة. مرحبا، انا سيدة حلوة القطن، اريد واحدة تفضل. حسنا شكرا لك. لذيذة. انظروا هذا لبس حلوة القطن، عامل حلوة القطن، جميل. هنا محل العصائر. انظروا هذه اللعبة، هل تلعب معي يا فتى؟ أتى يا تعال لنلعب قليلا. انها جميلة. يا الهي جميلة جدا. حسنا اذا بقي اخر جزء، وهو اعتقد انه المستشفى، ليس كذلك؟ انها كذلك. قبل ان ندخل المستشفى انظروا الى هنا، هذه. حسنا اذا هيا ندخل هذا المكان. مرحبا، هل تحتاج لأي مساعدة؟ لا، فقط أريد أن أتنزه قليلا. حسنا تفضل. واو، انظر لهذا المسبح، جميل. واو، إنه علاج للحيوانات، انظروا إلى جماله. حسنا نبدأ خطوة بخطوة، نبدأ من هذه الجهة. انظروا إنها عظام. انظر لهذه أيضا، إنها الكشف على ما أعتقد، وهذه حقيبة الإسعافات الأولية. تعد. حسن. هنا تعد. حسن. هنا ايضا في الاطفاء. لقد سكبت علي، اسف حقا. ومن هنا يوجد هذا الميزان، وزن قياس البدن. اهلا. وهنا ايضا يمكنهم رؤية عظامك. انظري لعظامي. حسنا الى هنا تجي العادية، وهنا انظر القطة نائمة الى ابدا من ازعجتها. حسنا بس. حسنا نبتة لطيفة، ما اسمك؟ ما اسمك؟ اسمي مارلي. انك لطيفة جدا، شكرا. حسنا انظر هنا لبس طبيب، وهذه انظر مخ، واعتقد بان هذه لا اعلم، اعتقد الرئتان، وهذا القلب. حسنا هنا ملابس واشياء. هنا الحديقة الخارجية، يمكن ان يتنفس قليلا الشخص المريض. واو، انها فعلا لعبة جميلة جدا. حسنا هيا نذهب للجزء الثاني. حسنا يا اصدقاء، بقي لدينا اخر جزء من هذه اللعبة، هيا ندخل، انا متحمس. واو، اعتقد بانها منازل للحيوانات، جميلة رائعة مذهلة. حسنا هيا نبدأ من البداية. مرحبا سيدي، تحتاج مساعدة؟ أشكرك. أريد أن أستكشف بنفسي. حسنا. واو، انظر لهذا المنزل، إنه جميل جدا، ترونه؟ إنه رائع فعلا. وهذا عامل لبس العامل أو شيء هكذا. انظر، إنها بطاقة للشخص الذي أخصد الحيوانات. حسنا، قائد بسفر. واو، انظر للمنازل، إنها فعلا رائعة، يمكنكم أخذها أيضا. انظروا، واو، إن هذا المنزل فعلا رائع، هل يمكن أن أدخل فيه؟ أعتقد بأنها هذه للقطط، لأن القطط تحب هذه الأشياء، أو للكلاب، لا أعلم. ما أنظر أيضا هذا، أعتقد أن هذا الكلاب لأنه يوجد هنا عظمة. وهنا أيضا منزل، وهنا صندوق، وهنا أكل الحيوانات، هنا لعبها، وهنا هذا اللبس الذي يشتغل. وهنا أيضا أنظروا، هذا يمكنكم أخذ سويا، أو مثلا أخذه لوحده. انظر لهذه، إنها رجوح الحيوانات الصغيرة على ما أعتقد.
حصلنا هنا حوضا للأسماك، وهنا بطة. هي هي أعرف كيف لا تنسك الماء ولا الغاز. واو انظروا إنها جميلة جدا. هي ذهب لهذا الجزء، تقبل أن يتم هذا الجزء. هي. واو هنا يوجد بكركم صنع كعك. انظروا بكركم صنع أفضل كعك على الإطلاق. انظروا بكركم وضعها هنا، وبعدها وضعها هنا في الفرن. هيا نتدخل، هيا نطبخ. واو بكركم وضع الزين عليها، وضع هذه الأشياء عليها أيضا. حسنين نضعها هنا، نجرب. واو إنها شكلي باندا. حسنين ألا يمكنني وضع شيئا عليها؟ أوكي لا أعلم لماذا لا يمكنني، ولكن لا بس هيا لأتذوقها. حسنا هيا لماذا لا تخرج؟ أنا سأذوقها هكذا. لذيذة جدا. هيا نكمل هنا. هنا يا لقد قصت نفسي. حسنا هنا يوجد كراسي هكذا، وهنا طعام يبون طعام تأكل فيه الطعام، وهنا المسبح، وهنا دجاجة، وانتهينا. لقد مرحت جدا اليوم حقا حقا. قلوا أنتم أيضا هل استمتعتم بالجولة؟ انظر الزلحفات تنتظرني، إنها فعلا مضيعة جدا. هيا إلى اللقاء.